اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي موقع صدى البلد الاخباري في كل مكان، وهذه التغطيه الاخباريه حقيقه عشاق النادي الاهلي يحتفلوا طبعا بصعوده للمره الخامسه في تاريخه بالوصول للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها اللي بتقام حاليا في طبعا دولة المغرب الشقيق. حقيقة النادي الأهلي بتنتظره الحقيقة مباراة قوية جدا في ربع في نصف النهائي أمام ريال مدريد. ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد. طبعا الأهلي في سجل لقاءاته مع ريال مدريد لن ننسى أبدا أبدا أبدا، لأن ده خلاص ده تاريخ. الأهلي في يوم من الأيام كسب ريال مدريد، تقول لي أصل راحوا الأهرامات أصل مش عارف إيه، لكن يعني في التاريخ يذكر أن النادي الأهلي قد فاز في يوم ما على ريال مدريد. وأنهي ريال مدريد بقى؟ لأ ده كان ريال مدريد اللي يعني مدجج بكل النجوم، والكان يعني أظن ده كان العصر التاريخي لريال مدريد. كل النجوم يعني تقريبا ده كان منتخب نجوم عالم، ما كانش فرقة كورة، ده كان منتخب نجوم عالم اللي قدر الحقيقة يعني النادي الأهلي في الفوز عليه في القاهرة. طبعا كانت يعني مباراة ما بين بطل القرن في افريقيا وبطل القرن في اوروبا، لكن الوضع دلوقتي احنا بنلتقي في كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية ما اظنش ان ريال مدريد رايح في فسحة، ولا الاهلي كمان بالنتائج اللي حققها في المباراتين اللي فاتوا بعد طبعا ما فاز على اوكلاند سيتي في ضربة البداية بفوز عريض طبعا، وأداء كان في كل نجوم الأهلي كانوا أكثر من رائعين بنتيجة 3-0، والمباراة اللي كانت يعني جماهير النادي الأهلي طبعا كان شايفا لا ما كانتش أفضل حاجة، لكن الحمد لله أن العمور عدت وقدر النادي الأهلي أنه يتخطى عقبة سياتل الأمريكي بنتيجة 1-0. طبعا الجون اللي جابه نجم النادي الأهلي أفشة أو نجم المباريات الاستثنائية زي ما بيسميه جمهور النادي الأهلي. حقيقة المباراة يوم الأربع اللي جاي هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 9 مساء طبعا، والأهلي يدخل هذه المباراة وهو عينه على أرقام قياسية وأرقام تاريخية، يمكن منها أرقام ما حققهاش في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية. الأهلي لو فاز على ريال مدريد يعني مش مجرد أنه لأول مرة هيكون وصل للدور النهائي هيلعب على أول أو تاني، لا ده واصل لهذا الدور عبر ريال مدريد مش أي فرقة تانية، عبر ريال مدريد، ودي حاجة لن ينساها التاريخ لو حصلت. طبعا يعني كل لعيبة الأهلي يعني يقدروا، ليه لا ليه لا، ممكن يعني كرة القدم ما فيهاش بالورقة والقلم قبل ما نبدأ، لا ده ريال مدريد مخلص الماتش، خاصة ان في مفاجآت يعني حابين ان احنا نستعرضها مع حضراتكم. ريال مدريد بيخسر أهم يعني أهم لعيبة في قوامه قبل هذه المباراة، ودي فرصة يعني جيدة جدا للنادي الأهلي. يعني احنا بنتكلم عن غيابات مؤثرة جدا في ريال مدريد، كريم بنزيما وما أدراك ما كريم بنزيما وتأثيره في الفريق. كريم بنزيما مش مجرد مهاجم، ده قائد حقيقي في قلب الملعب. هازارد، ميليتا، لوكاس فاسكيز، فيرلاند مندي، يعني بتتكلم عن حوالي 5 لاعبين مؤثرين بيخسرهم ريال مدريد قبل مباراة الأهلي، وده بيتطلب من الأهلي أو بيضاعف كمان حجم الضغوط على
يعني لعيبة النادي الأهلي في هذه المباراة اللي طبعا كل عشاء النادي الأهلي النهاردة يعني ما بيسمعوا الأخبار دي لا يعني في فرصة وبتزود سقف الطموح. فنتمنى ان لعيبة النادي الأهلي يكونوا في هذه المباراة على نفس قدر طموح جماهيرهم، لان يعني هتبقى زي ما بنقول كده من اهم بصمات النادي الأهلي في كاس العالم للأندية، ومش هبقى ببالغ لو قلت في تاريخه كمان فعلا. خلينا نقول لحضراتكم كمان من المعلومات الهامة عن هذه المباراة، وهي الحقيقة يعني بشرة سارة جدا، وزارة الشباب والرياضة أعلنت إن هي قدرت تحصل على حقوق بث المباراة عبر الأرضي. طبعا قالوا إن كان في محاولات إن المباراة اللي فاتت للنادي الأهلي أمام سياتل كان ممكن تتزاع، لكن حصلت بعض المشاكل، ويعني من مباراة ريال مدريد هيكون في بث أرضي لهذه المباراة الهامة، عشان طبعا يعني الجماهير المصرية تستمتع. وأنا بقول المصرية الحقيقة، لأن في النهاية سواء كنت أهلاوي أو زملكاوي، الأهلي في النهاية هو ممثل مصر في يعني هذه البطولة. طبعا الكلام ده ما بيعجبش الناس كتير، وفي ناس على مواقفها أوكي يعني ما فيش أي مشكلة، لكن يعني كنا حابين نستعرض مع حضراتكم كل هذه التفاصيل حول هذه المباراة المرتقبة والهامة للنادي الأهلي في كاس العالم للأندية أمام ريال مدريد. نشكركم على حسن المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى من موقع صدى البلد.